تحسين الموقع على مستوى جدول الترتيب، استقبل فريق مولودية سعيدة سريع غيليزان الباحث عن 3 نقاط تجعله على مقربة من أصحاب المقدمة. أشرف على السريع في هذا اللقاء بالجلال نور الدين، وعلى المولودية المحضر البدني باكلي عيسى، في انتظار منح الإجازة لعبد الكريم لطرش مع السريع وإلياس أعراب بالنسبة للمولودية. الفريق المحلي كان المبادر بالهجوم عبر فرص ومحاولات لم تحقق المطلوب. أول رد فعل لسريع غيليزان جاء عند الدقيقة 22 عبر هجمة مرتدة، نمديل يستغل انفراده بالحارس سفيون ويمضي أول أهداف المباراة. أصحاب الأرض حاولوا تعديل الأوضاع، ولكن الهجوم كان خارج الإطار. وفي آخر لحظات الشوط الأول فوت كوريبا فرصة مضاعفة النتيجة للسريع، ليتجه الفريقان إلى غرف تغيير الملابس على وقع تفوق الضيوف. الشوط الثاني سار في اتجاه واحد وعرف سيطرة المولودية. بسعيد أرسل تسديدة بعيدة المدى وبأطراف الأصابع حولها زيدي إلى الركنية. الركنية نفذت ورأسية حكار وجدت زيدي في المكان المناسب مرة أخرى. السعيديون واصلوا الضغط واستفادوا من ركلة جزاء أعلنها الحكم فصيح عند الدقيقة 71. الركلة انبر لها شيخ حميدي وأهدرها أمام تألق الحارس زيدي. هذا الأخير واصل أداءه الرائع وحرم مولودية سعيدة من العودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسريع رفع به رصيده إلى 27 نقطة، فيما عجزت مولودية سعيدة